احنا شركة السعد ميديكال، انا جورج سعدي صاحب ومدير شركة السعد ميديكال، انا واخويا الكبير، اخويا الكبير شريك معايا غبريال سعد، وشركتنا شركة ناشئة يعني شركة صغيرة، ونشكر ربنا بادئين من 2004 لحد 2015 كانت شركة نقول زي ما بيقولوا كده ورشة. وانا ليا الفخر نقول ان احنا كنا بادئين صغيرين من بداية 2015 سعد قانوني الاستثمار الجديد، ونشكر ربنا الشركة ابتدت ازاي طبعا كنا شغالين في الباطن، بقينا نشتغل من دايما احنا بنصدر السعودية والعربية، بنبني في الاساس الطبي بقى لنا 4 سنين بناء، مش بناء طوب يعني، بناء ان احنا بنجهز ان احنا نقدر ننافس كويس بفضل شويه قوانين جديده ديت وعلى عكس الناس يعني سعر الدولار لما رفعنا الكرسي بتاعي النهارده الحمد لله بننافس مشرفات دكتور متخصصين في صناعه الاربطه الطبيه والمشدات والاساس الطبي كرسي متحرك عكاز مشايه، انا مش قلقان عشان هو اتكلم عن الصناعه الفتره اللي فاتت كويس قوي قوي، فمطمن ان جاي افضل بالنسبه للصناعه، انا كراجل مصنع ما عندي مال، هو ده اللي هياكل معيش، ده اللي هياكل الاداره بتاعتي، ولا اللي هياكل العمال اللي عندنا وطاري التجاري اللي عندنا، الصناعه جايه قدام هو الرئيس قال مبادره الصناعه، بس انا عايز اقول له يا ريس مبادره الصناعه صغار المصنعين دول اللي هيكبروا البلد، دول اللي هيعملوا، دول اللي قادرين يعملوا، دول اللي عندهم امل في بكره، انا بتعامل مع المنتج مش ربح بس، اولا احنا نشكر ربنا ان الصناعه بتاعتنا هي خدمه ومكسب، مش خدمه بس، خدمه بس مش عمل، خدمه ومكسب، احنا بنشتغل منتج رايح مريض، احنا عندنا سياسه في شغلنا شويه الربح مع الكم مش الربح مع الكب، انا بدينا صغيرين زي ما قلت لك، فالصغير دايما بيقدر يستحمل، فانا بشتغل منتج، انا بنافس بجيب المنتج الصيني واجيب امكانياتي المصريه والمحلي، انا بطلع منتج نشكر ربنا يعني منتج معقول ومطلوب والسعر محلي واحسن من المستورد، انا شايف البلد جايه، البلد جايه، مش شايف ده موضوع احنا احسن منه، انا بتكلم كل واحد بيتكلم على البيئه بتاعته، انا بشوف بقارن نفسي دلوقتي من قبل 2008 2008 و2010 و2012 لحد 2012 انا شغال ورشه صغيره، وليا الفخر ان انا اقول لك انا كنت ورشه صغيره، انا جايبها من تحت قوي يعني كويس، انا صنايعي مش بيه، نعم، وافتخر ان انا جايبها من تحت كويس وعاملها بايدي انا واخويا، مش لوحدي، احنا اثنين ماشيين الدنيا، نشكر ربنا.